البروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. والبروتين يساعد على تجديد الخلايا خاصة سريعة التجدد وكذلك التئام الجروح. وبينت الأبحاث أن جسم الإنسان يحتاج إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم.